السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي عادي علي. العبارة هذه أو الجملة كنت أذكرها بشكل عفوي بداية كل فيديو أنشره على قناتي في اليوتيوب، لحد ما صارت ماركة أو براند ممكن أي شخص أنه يسمعها راح يعرف أنه هذا الفيديو العلي هادي. اليوم أنا أشكر حضوركم وتواجدكم، شكراً لكم. اليوم راح نتكلم عن القناة وشنو الإنجازات اللي صارت بيها. بداية إنشاء القناة كانت يوم 15 نوفمبر سنة 2012. الأشياء اللي بلشت بيها جداً بسيطة، بلشت بمعدات سهلة هسه راح نشوفها إن شاء الله. السؤال اللي يتكرر بداية إنشاء القناة، ليش سميتها علي هادي علي؟ هواي أشخاص انتقدوني في بداية الأمر. طبعاً أنا واحد من الأشخاص اللي ما أحب الصفات أو الألقاب، أنتوا اللي تحددون الصفة أو اللقب اللي يستحقه الشخص، فسميتها فقط باسم علي هادي علي. قبل القناة مثل ما قلت لكم أنه بلشت القناة يوم 15 نوفمبر 2012، لكن أنا قبل هذه الفترة كنت أنشر مواضيع كتابية ومنتديات. أكيد تعرفون شو المنتديات أيام زمان اللي هسه اختفت بشكل كامل، مثل دجلانيت، أقلاع سوفت. وأنا كنت مشرف في منتدى سعودي كان اسمه أقلاع سوفت. المنتدى هذا كان يحتوي على 5 مليون شخص. المنتدى توقف حاليا. فالمنتديات أيام زمان كان تحصل على الإشراف بشيء واو. منو يتذكر هذا الفيديو؟ الفيديو هذا أول فيديو أنشره قناتي، كان بتاريخ 15/11/2012. بداية الفيديو كان أشياء كلش مخربطة، بحيث أني حتى من أراجع الفيديو أقول هذا شنو شنو يقول، بس خليته بالقناة وما مسحته لأنه هذا الأساس اللي وصلني لهذه المرحلة. هواي سألوني شنو الأدوات اللي استخدمتها بالقناة. طبعاً صورت أكثر من 50 فيديو بأدوات كلش بسيطة ولحد الآن أنا محتفظ بيها. هذا الجهاز هو سوني آرك إس، صورت به 50 فيديو بالقناة. وأيضاً استخدمت المايك التالي، شوفوا مايك جداً تعبان، فهذه هي الأساس اللي صارت بالقناة. سنة 2012 بداية القناة وصلتني رسالة انت زين اذا يتابعوك 300 شخص. بداية الامر انقهرت من شفت هذه الرسالة، فاصريت انه اني لازم انه انجح واتجاوز هذا الرقم. تجاوزت هذا الرقم ونزلت منشور على الصفحة، واليوم وصلنا الى اكثر من 230 الف مشترك. تعد اول واكبر قناة بالعراق مختصة بالمجال التقني. أكيد أنا ما قدرت أن أوصل هذا الإنجاز لولا دعمكم وتشجيعكم أنتم، فأشكركم جداً. بعدها شوفون هذه العلامات اللي أمامنا، هي هذه الشركات اللي أتعاون وياها بالقناة، شركات كبيرة جداً، سوني، سامسونج، هواوي، نوكيا، HTC وغيرها من الشركات. ما أقدر أوصل لهذه المرحلة لولا دعمكم وتشجيعكم. شكراً لكل شخص كتب تعليق أو سوى مشاركة، والأشخاص النايمين وينهم اللي ما يتفاعلون، أشكركم كلكم. الأشخاص اللي يتابعون قناتي هم 18 فما فوق، ونشوف هذه الإحصائيات 18 إلى 17 سنة هم نسبتهم 9.3، 18 إلى 24 نسبتهم 33.6، 25 إلى 34 سنة نسبتهم 33. فنلاحظ أن القناة هي مهتمة بالشباب 18 فما فوق. الفيديوهات هذه اللي تشوفوها امامي هي اكثر فيديوهات حققت نسبة مشاهدة. اول فيديو شلون تمسح حسابك على الفيسبوك، هذا كان تقريبا بسنة 2013، وقتها كان الامر صعب نوعا ما، فجاب
2.3 مليون مشاهدة. الفيديو الثاني شلون تركب الدي في ار، اكيد شفتوه، منو شافه؟ جاب 1.4 مليون. والفيديو الاخر كيف تركب نظام المراقبة بابسط الادوات، جاب 1.2 مليون. بالإضافة إلى صفحة على الفيسبوك مهتمة بالتقنية، أيضاً تحتوي على 207 ألف معجب. من مسوي له لايك؟ ومن ما متابعها؟ طلع برا. طيب، بالإضافة إلى تغطية المعارض العالمية، وش حق توكس، تغطية المعارض مثل إيفا في ألمانيا، سي إس أمريكا، MWC في اسبانيا، وغيرها من المعارض اللي تصير في دبي وبيروت وغيرها من الدول. بسنة 2017 اول قناة يوتيوب مهتمة بالتقنية في العراق هي كانت قناتي، موجودة على القائمة الاعلامية في موقع ايفا، فانجاز افتخر فيه. المقاطع اللي انشأتها من 15 نوفمبر 2012 لغاية هذه اللحظة هي 487 مقطع فيديو. طيب، من خلال الأشياء اللي شفناها هسه، الرسالة اللي أريد أوصلها لكم إنه ممكن تبلش بأي مشروع عندك بأبسط الأدوات، مثل ما قلت لكم إنه هذه الأدوات اللي استخدمتها أنا بالبداية، هذه الأدوات أشياء كلش بسيطة. اليوم الحمد لله صار عندي استوديو بكل المعدات الاحترافية، من كاميرات، من إنارة، من كل شيء. فأي مشروع تحب أن تبلش به وتبدي، ممكن تبلش به بأبسط الأدوات اللي عندك. المادة مو شيء أساسي، يعني هذه ما أعرف إيش قد كل فترة، حتى أشوف هذه السماعة جدا تعبانة، هذا التاريخ اللي أنا أعتز به. فهسا نشوف اي شخص عنده سؤال يحب ان يوجهه الي. شكرا لك علي. انت تسوي دعايات لشركه هواوي وشركه نوكيا، هل من الضروري يعني مثلا جاي تسوي دعايه لفد موبايل من شركه هواوي، انت مقتنع به شخصيا لو بس كبراند هاي الشركه او شيء؟ اهلا عزيزي، شكرا على السؤال. الشركات اللي دا اتعاون وياها، سامسونج او هواوي او نوكيا، مو شرط انه الجهاز امدحه. الشركه تدز الجهاز فاني راح اسوي الفيديو واذكر شنو السلبيات والايجابيات، فمو شرط انه امدح بالجهاز، لانه اكيد قد الجمهور يحاسبني بعدين. ما عاد من عنده سؤال؟ شكرا استاذ علي. بس اكو اجهزه مثل اجهزه HTC، يعني احسها مختفيه من القناه، ما لها اي معاينات او هيك شيء، بالذات الاجهزه الحديثه اليو 12 بلس او القبله يو 11 بلس. تسلم على السؤال. بالنسبه لشركه HTC او سوني، ذولا ما عندهم وكالات رسميه بالعراق، فايصال الاجهزه راح يكون مساله صعبه جدا. فهذه يعني النقطة المهمة، وخاصة هسه اكو مشكلة بالشحن، الجهاز يتأخر حتى يوصل من شهر إلى يعني أكثر من هذه الفترة. شخصية مناسبة وجميلة جدا بهالوقت هذا، ودائما نحاول نتابعها بكل تفاصيلها. سؤالي لحضرتك، كل إنسان عنده هدف بالحياة يريد يوصل له، مهما كان نوعه، تجاري، علمي، هدفك اللي أنت محددة توصل له شنو هو؟ تخرجت من الكلية بال 2015، ورأساً تعينت وراء يعني أيام أو أشهر، تعينت سنة ونص تقريباً، وقدمت استقالة حتى أتفرغ لشغل القناة. بصراحة الوظيفة تقيدك وتحجمك، ممكن أي شخص بيكم يبلش بأي مشروع، الإنترنت بكل التفاصيل اللي تحتاجوها. أنا أشوف أنه ساعة بالإنترنت أفضل من أسبوع بالكلية، بس هذا ما يقصد انه الدراسه تتركها، لا، بس اقصد يعني المواد اللي موجوده بيه، لانه للاسف كثير من الجامعات العراقيه المناهج اللي موجوده بيها تعبانه.
بالضبط. فنشوف انه كثير من الخريجين من يتخرج من الكليه الدراسه شيء والواقع شيء ثاني، ما يستفاد من الدراسه اي شيء. فاني انصح كل شخص انه هو يطور نفسه من خلال الانترنت. الانترنت هو افضل معلم. هدفي انه اسس شركه مختصه بالتقنيه، ان شاء الله انه نبلش بهذا الشيء. اي شخص عنده سؤال حول القناه او الفيديوهات؟ طبعا من البدايه اهنيك على هذا النجاح، قناتك من افضل القنوات بالعراق يعني في مجال التقنيه. بس نلاحظ يعني الفتره الاخيره يعني السنه الاخيره قناتك بدات يعني الفيديوهات النشر مالتك مو مثل البدايه، يعني متابعك بقوه، يعني عندك فيديو قبل اسبوع، قبل ثلاث اسابيع يعني تتاخر بالنشر. يعني حلب يعني شنو هو اكو المعرفلات اللي تخليك أنا أقول لكم السبب هنا السبب. أقدم لكم روز بيتي. سبب تأخيري بكل الفيديوهات. اي شخص عنده سؤال؟ السلام عليكم. نعم لو باعتبارك الشخصيه الوحيده التقنيه اللي بالعراق، صحيح؟ اكو شخصيه متاثر بها تقني على اليوتيوب غير انه هو عراقي مثلا من بلد عربي ثاني؟ الشخصية رغيب امين او هيك اشخاص؟ سلام عزيزي على السؤال. طبعا كثير من اليوتيوبرز العرب هم اصدقاء، مثل رغيب امين، احمد بوركي، اندرويد باشا، فكثير انه يعني استفاد من عندهم هذه المعلومات. بس هو كل واحد عنده اسلوب وطريقه خاصه بالشرح. الاسلوب اللي انا استخدمه البساطه. القناه سبب نجاح لكل الفيديوهات هو البساطه اللي استخدمتها بالفيديوهات، سهله وبسيطه يتابعها الشخص المبتدئ والمحترف. اي شخص عنده سؤال ثاني؟ السلام عليكم. اول شيء احب اشكرك على الفيديوهات اللي تفيدنا بها دائما باليوتيوب. بعض الفيديوهات اللي نشوفها هيك اغلب الفيديوهات قد تتكسر هون يصير تطبيقها بالمواقع، فمثلا عندك مال فيزا اللي تنصب مثلا مال الضيف مال ترافل فيزا تغير ما دخل النظام، فصار عمليه الادخال صارت جديده، فانت ما غيرت بعض الفيديوهات يعني سويت لها ابديت او تغير فيديوهات جديده يعني كل سنه ربط الباي بال كذلك. ان شاء الله حدثنا عزيزي. العفو انت يعني قناتك الحمد لله ناجحه، زين كل توفيق بحياتك ان شاء الله، بس من خمس سنين شنو طموحك بعد تحسين القناه؟ يعني انت مكتفي بنجاحك هذا لو اكو خطط بعد؟ ولو هو ما يسال اسالك على خطط من خمس سنين. ان شاء الله السنة القادمة راح يكون استوديو رسمي للقناة، اكو بيه موظفين يصورون مونتاج واشخاص يردون على الرسائل. لانه انا اكيد انتم كلكم انا ما راد على التعليقات مالتكم او الرسائل، كم واحد داز رسالة وما مجاوبة؟ طبعا باليوم استلم على الفيسبوك اكثر من 500 رسالة، فعملية الرد على كل هذه الرسائل مسألة صعبة جدا، ان شاء الله تنحل باقرب وقت. السلام عليكم. استاذ علي، تحضير لاعداد الفيديو ايش قد يستغرق وقت؟ الاعدادات قبل التصوير. انس بالنسبه للوقت اللي احتاجه بانتاج كل فيديو يختلف حسب طبيعه الفيديو. بشكل عام احتاج 12 ساعه لانتاج الفيديو. المساله الاولى راح تكون الاعداد،
بعدها التصوير، بعدها المونتاج والرندرة والرفع على الانترنت لهذه المشكلة العويصة بالعراق. فالوقت يعني معدل الوسط خلينا نقول 12 إلى 8 ساعات. ولد مهدي، تقني معلومات جامعة القناة الوسطى. أول شيء أحب أشكرك على هذا الأداء اللي تقدمه والمجهود، يعني المجهود مو بس الحضرة اللي تقدمه يعني للناس والبساطة اللي بتوصلها للناس. بس عندي فد ملاحظة إنه يا ريت يكون أكو بث مباشر. دائما نسوي بث مباشر، بس يا ريت إنه يكون البث المباشر على موضوع معين، على مود تكون الردود أو الأسئلة راح تكون محصورة على بس هذا الموضوع. يعني تركز كل أسبوع على موضوع معين تقني، على مود يكون الأسئلة والأجوبة على هذا الموضوع فقط. شكرا. استمع عزيزي الملاحظة، أي شخص عنده سؤال أخر؟ بهنيك على هذا الإنجاز الرائع. أنا متابعينك قديماً يعني من 2014 تقريباً. هل ممكن عمل دورات خصوصاً الشباب من هسه اللي بيهم صحيتهم يعني محدودة نقول؟ وأنت لاحظت قلت لك مكان راح أسوي دورات ويكون مناسب حتى للعوائل. وأشكرك. السلام عزيزي عسو. شيء أكيد شفتوا المنشور اللي نزلته على صفحتي على الفيسبوك قبل فترة. إن شاء الله بداية الشهر السابع أو منتصف الشهر السابع راح تكون أكو دورات موجهة للشباب خاصة بالمجال التقني. الشباب الدورات سورة راح تكون مختلفة جداً، وأيضاً أكو دورات راح تكون للأطفال. الدورات راح تكون أسعارها جداً بسيطة لأنه الغاية هي إيصال المعلومة. أكيد هذا المشروع موجود إن شاء الله. أي شخص عنده السؤال؟ بعد شلون أتمنى أن أقول التوفيق إن شاء الله. بس بعد ملاحظة عليها، نشوف القنوات مال الأجانب مثل باكسن ثيرابي أو يعني ديترويت تور، شنو اللي يميزها عن القنوات مال العرب؟ يعني من ناحية التصوير أو استحداث من اول ما ينزل الجهاز او طريقه التصوير والاداء مع الشركه القناه بهاي المعلومات. شو اللي يميز يعني هاي القنوات العربيه؟ احس مو مهمه كفاءتها مثل القنوات مال الاجانب. تمام عزيزي على السؤال. هواي من المتابعين يسالوني ليش مرات انه اتاخر بالمراجعات؟ اولا العراق اكو به مشكله الشحن، يعني الشركة من ترسل الجهاز يوصلني بعد شهر أو شهر ونص من الإطلاق، بينما القنوات الأجنبية توصلهم قبل الإطلاق الرسمي أسبوع. أتخيل الفترة اللي تصير هذه، بالإضافة إلى مشاكل خاصة بإيصال الأجهزة. يعني كثير من المشاكل إنه هذه تسبب تأخير. أي شخص عنده سؤال؟ أشكرك أستاذ علي. طبعاً نقدم المتابعين وياك حتى آخر شيء شفت مشروعك الريبورت هذا شيء كلش حلو، بس يعني أتمنى إن بالمستقبل ممكن هيجي أفكار شو ممكن نطور هالسوي بعد تقريباً افتقدنا هذا الشيء من قناتك. السؤال أنت تقصد على فيديوهات الأردوينو؟ صح، توقفت بشكل مؤقت بسبب المشاهدات. سنة 2016 صار تحديث على اليوتيوب انه من تنزل فيديو ما راح يوصل لكل المشتركين. اليوتيوب فعلوا ميزه الجرس، اذا شايفيه كم واحد شايف الجرس؟ الجرس هذا اذا ما تفعله ما راح يوصل الفيديو الك، فهذا تقريبا خسرني اكثر من 70% من المتابعين ما يوصلهم الفيديو هذا. بعد منو عنده سؤال؟ حبيبي على السؤال. شيء اكيد راح تصير فيديوهات ان شاء الله بالشهر الثامن راح ابلش بها خاصه بالاطفال، هي شلون استخدام الانترنت. الفيديوهات راح تكون جدا بسيطه،
لأنه نشوف أنه كثير من الأطفال يوقعون ضحايا الاختراق أو ضحايا الاستخدام السيء أو ممكن تظهر لهم الفيديوهات المسيئة، فراح تكون الفيديوهات موجهة لهم إن شاء الله. شو وصلني إليك؟ السلام عليكم، علاوي يتبع تبارك أخبار قناة عراقية تختص بالتكنولوجيا. أكو هواي خريجين جميع الأقسام وأكو مواقع يعني يقدرون يشتغلون بيها، وهاي المواقع ما يعرفوها، أنت لازم تسوي عليها شروحات على مود ينتبهون لهاي المواقع. يعني مرة من المرات أنا شفت فيديو واحد يشتغل حمال، هو خريج ويعرف 4 لغات، يعني هذا لو يشتغل بموقع أحسن من ما أحسن من الشغلة مالته، لأنه هو دارس على نفسه 4 لغات يعرف. أكو مواقع هواية بيها شغل على الإنترنت، نتمنى تشرحها على مود اللي خريجين يعرفون. شكرا. استمع عزيزي على السؤال، ان شاء الله راح تكون اكو فيديوهات من هذا النوع. بالنسبة لي اول ربح لي من خلال الانترنت كان 12 دولار اول مرة سنة 2012، فالانترنت فيه ارباح مادية وتوصل 3000 او 4000 دولار. الاساليب الموجودة كثيرة جدا ان شاء الله راح اتطرق لها بالقناة. طيب اليوم راح اسولف لكم على شركة هواوي، شلون بدت هذه الشركة. شركة هواوي بدت شركة ناشئة في الصين في مدينة شنزن، بس صارت من اكبر الشركات الرائدة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا. طبعا الشركة صارت سنة 1987، البناية مالتهم هذه حاليا، وان شاء الله راح تكون اكو جولة بالصين بالفترة القادمة، راح نصور المصانع كيف يصنعون الأجهزة، كيف الاختبارات اللي تصير. تأسست بسنة 1987 وكانت من 3 موظفين فقط. بسنة 1990 صار عندهم 500 موظف مختصين بالبحث والتطوير. شوفوا هذه الشركات شلون تهتم بالبحث والتطوير. كثير من الجامعات خلينا نقول أو الدوائر تارك موضوع البحث والتطوير اللي هو الأساس بكل شيء، هو أساس النجاح، أساس التطوير. الشركة تقريبا تصرف 13.4 مليار دولار سنويا فقط للبحث والتطوير. تخيل هذا المبلغ شنو ممكن انه تسوي به انت. الشركة طبعا صار لها اكثر من 30 سنة هذا المجال الخاص بالتقنية. بالنسبة لشبكة هواوي، كثير منكم يمكن يفكر انه هي فقط مختصة بالهواتف، بينما هي لها اختصاصات جدا كبيرة، مجال الاتصالات، الشبكات، تقريبا كل التقنيات الموجودة. هي ساهمت تأسيس او بناء شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس اللي صارت بالدوحة. سنة 2018 اطلقوا الـ 5G، ما اعرف احنا شو وقت بالعراق راح توصلنا الـ 5G. بالنسبة للشركة هي موجودة بأكثر من 179 دولة حول العالم، يعني تقريبا ثلث سكان العالم. الشركة هي بنت البنية التحتية لشركات مثل زين وآسيا سيل بالكامل، هي مو فقط مختصة بالهواتف. شركة هواوي لها 15 مركز للبحث والتطوير حول العالم و26 مركز مشترك للابتكار، فهذا هو السبب الطفرة النوعية صارت بالشركة. سنة 1987 كان 3 موظفين، سنة 2018 وصلوا 175 ألف موظف، 80 ألف فقط للبحث والتطوير. بسنة 2017 كان دخلهم 92.5 مليار دولار، فلوس هواي كلش عندهم. طيب اليوم راح اسوي مراجعة، اكيد انتم شفتوا الاجهزة اللي صدرت لهم سنة 2018 الواي 7 برايم. Yeah.
شاف المراجعة الخاصة بالواي 7 برايم، شنو رأيكم بالجهاز؟ طبعا هو الجهاز من الفئة المتوسطة، أكيد مو فلاج شيب، بس شنو رأيكم بالجهاز بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم راح يكون مراجعة لجهاز جديد من شركة هواوي اللي هو الواي 7 برايم نسخة 2018. خلونا نتعرف على الجهاز من الخارج. طبعا الجهاز وزنه 155 غرام، جدا خفيف. ايضا الجهاز من البلاستيك من الخلف. الجهاز يحتوي على 2 سيم كارد بالإضافة إلى إمكانية بطاقة ذاكرة خارجية، يعني تقدر تضيف 2 سيم كارد ورام، ما حاجة أن تضيف سيم كارد ورام، عندك 3 منافذ موجودة. الشاشة الخاصة بالجهاز هي IPS LCD، حجم الشاشة أو قياسها 5.99 إنج. طبعا الشاشة هي HD+. البكسلات الخاصة بالشاشة هي 1440x720 بكسل، وكثافة البكسلات بكل انج هي 269 بكسل. طبعا الشاشة هي Full View Display. وبالنسبة للمعالج الخاص بالجهاز فهو سناب دراجون 430. هذا المعالج يعتبر ضعيف نوعا ما، الجهاز هو من الفئة المتوسطة، يعني ما راح يشتغل عندك بشكل قوي جدا على الألعاب. جهاز مواصفاته حلوة مناسبة لسعره، سعر الجهاز راح يكون بالعراق 169 دولار، فجهاز بهذا السعر وهذه المواصفات شيء جدا ممتاز. المعالج من الفئة المتوسطة. الرام الخاص بالجهاز هو 3 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، وتقدر نضيف بطاقة ذاكرة خارجية إلى غاية 256 جيجا بايت. الشيء الحلو أنه نظام التشغيل هو أندرويد أوريو الإصدار الثامن، وأكيد مع واجهة هواوي الإصدار الثامن. أكو عندي منفذ للسماعة اللي هو 3.5، بالإضافة إلى راديو FM، والمنفذ الخاص بالشحن هو مايكرو USB. خلونا نتكلم على الكاميرات. الكاميرا الخلفية هي كاميرا مزدوجة، الكاميرا الأولى هي 13 ميجا بكسل والكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي 8 ميجا بكسل، وممكن أن تتصور فيديو Full HD 30 فريم بالثانية. هذه الصور اللي أمامنا واللي دا تشوفوها هي صورتها باستخدام الجهاز. تصوير الجهاز مقارنة لمواصفاته وسعره مناسب، بس شوية لاحظت أكو ضعف عندي من أصور بالإنارة المنخفضة، الصورة ما تكون بشكل جيد. والجهاز يحتوي على بصمة أصابع، يعني تقدر أنه تقفل الجهاز وتفتحه من خلال بصمة الأصبع. البطارية الخاصة بالجهاز هي 3000 ملي أمبير. هنا الميزة أنه الشركة وحسب الموقع الرسمي كاتبين أنه الجهاز ممكن استخدامه لمدة 20 يوم بوضع الاستعداد، فشي جدا رهيب. أنا صراحة راح أجرب هذه النقطة لأنه الجهاز ما صار لعندي كم يوم، راح أجربه وأنطيكم النتائج. بس من قايلين 20 يوم بوضع الاستعداد، اكو عندك ملاحظة انه درجة الحرارة لازم تكون 25 والرطوبة تكون من 45% الى 80%، يعني هذه بالظروف المثالية اذا كانت بهذا الشكل، وتخلي الجهاز بوضع الاستعداد يطاول عندك لمدة 20 يوم، والجهاز يستمر عندك لمدة 13 ساعة اذا شغلت الفيديو، ويستمر عندك لمدة 58 ساعة اذا فقط موسيقى. وأداء البطارية الخاصة بالجهاز مناسبة لمواصفاته وحجم الشاشة اللي عندي. والشيء الحلو اللي موجود بالجهاز انه ممكن فتح وغلق الجهاز من خلال
الوجه، وجهك يكون مثابة كلمة مرور. فجهاز بسعر $169 ويحتوي على كل هذه المواصفات شيء جدا ممتاز. وأيضا ممكن أن أنت تشغل تطبيقين على الشاشة، واحد مثلا يوتيوب والثاني متصفح بدون أي مشكلة. كم واحد استلم من هذه الورقة؟ أكو واحد ما استلم؟ منو ما استلم؟ طبعا راح أوزع بعض الجوائز والهدايا، شيء جدا بسيط أقدمه لكم بقرعة. طبعا إن شاء الله الإيفنت القادم راح يكون لكل الأشخاص، بس أحب أعطيكم معلومة إنه القناة الأولى بالعالم اللي يكون لها إيفنت سنوي خاص بها هي هذه القناة، وهذا أيضا إنجاز أفتخر به وما أقدر أوصل لولا أنتم متابعتكم ودعمكم. إن شاء الله بس نخلص هذه الفيديوهات راح نسوي القرعة ونشوف منه صاحب الحظ السعيد. الهاتف الثاني من شركة هواوي اللي هو النوفا 3. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم راح يكون مراجعة لجهاز جديد من شركة هواوي اللي هو النوفا 3E أو الاسم الثاني للجهاز B20 Lite. خلونا نتعرف على الجهاز من الخارج. وزن الجهاز 145 غرام، جدا خفيف، ممكن إضافة 2 سيم كارت. سمك الجهاز هو 7.4 ملم. الجهاز من الخلف بلاستيك لكن تشوفه كأنه زجاج. الشاشة الخاصة بالجهاز هي IPS LCD، قياس الشاشة هو 5.84 إنج. نسبة الشاشة للجهاز هو 80.5%. الشاشة هي دقة Full HD Plus، طبعا كثافة البكسلات كل إنج هي 432 بكسل. البكسلات الخاصة بالشاشة هي 1080x2280 بكسل. النظام الخاص بالجهاز هو أندرويد أوريو الثامن، أيضا واجهة هواوي الإصدار الثامن. والشيء المميز اللي موجود بالشاشة بالأعلى هي القفلة، هذه تختلف عن اللي موجودة بالآيفون إكس. بالآيفون إكس راح تبقى موجودة حتى لو خليت الجهاز بالوضع الأفقي، فراح كأنه تقص جزء من الشاشة، خصوصا إذا كنت تشغل متصفح أو تشغل فيديو معين راح تاخذ جزء من الفيديو. بينما بالهواوي نوفا 3E تقدر انه تخفيها وراح تشوف الفيديو او الشاشة تشوفها بشكل كامل بدون ان تأثر على المحتوى اللي دا تشوفه انت. وبالنسبة للمعالج الخاص بجهاز هواوي نوفا 3E هو كيرن 659.
الرام الخاص بالجهاز هو 4 جيجا بايت، وعندي ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت او 64 جيجا بايت، يعني عندي اصدارين. وممكن انه تضيف بطاقة ذاكرة خارجية الى غاية 256 جيجا بايت، فعندك مساحة جدا كثيرة. الكاميرا الخاصة بالجهاز، خلونا نحكي عن الكاميرا الخلفية. الكاميرا الخلفية هي كاميرا مزدوجة، الاولى 16 ميجا بكسل فتحة العدسة 2.2، والكاميرا الثانية هي 2 ميجا بكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية هي 24 ميجا بكسل وفتحة العدسة F2. وأبرز المميزات اللي موجودة هي الكاميرا الأمامية اللي تقدر من خلالها أنه تلتقط صور جدا حلوة. هذه الصور اللي دا تشوفوها أمامكم هي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية بوضعيات مختلفة. الجهاز ايضا يحتوي على بصمة اصبع صايرة بالخلف، مكانها جدا مميز، اداء البصمة سريع. ايضا عندي التعرف على الوجه. بطارية الجهاز هي 3000 ملي امبير، ممكن يدعم الشحن السريع. ايضا عندي الـ NFC موجود، وهذا الشيء اللي نعرفه من خلال الجهاز من الخلف يكون بلاستيك لكن كزجاج. ايضا منفذ 3.5 موجود اللي تقدر انه انت تربط السماعة بدون اي مشكلة. منفذ الشحن هو USB Type-C، ومو بس هذا الشيء، حتى عندك راديو FM. سعر الجهاز بحدود $300 في العراق. هذا هو جهاز Nova 3E، جهاز جدا مميز بمواصفات حلوة، يعتبر من الفئة المتوسطة، التصوير جدا ممتاز. طيب الجهاز الاخير راح يكون P20. جهاز شركة هواوي B20 Pro. الجهاز هذا اللي ميزة انه يحتوي على 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الاولى 40 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية 20، والثالثة 8، فهذا راح ينطيك صورة جدا ممتازة. ايضا جهاز B20 Pro يتميز بوحدة الذكاء الاصطناعي بالمعالج كيرن 970. الجهاز يحتوي على كاميرا امامية مثل ما نعرف انه هي 24 ميجا بكسل، يعني جهاز للسيلفي جدا ممتاز. تقنية التصوير البطيء موجودة بمعدل 960 فريم بالثانية. مو بس هذا الشيء، حتى من تصور فيديو اكو عندك مانع اهتزاز، الفيديو تحسه كأنه ثابت. طبعا تابعوا قناتي، راح انشر المراجعة الكاملة للجهاز لانه يحتوي على مواصفات جدا كبيرة، خصوصا الكاميرا. الكاميرا بها تفاصيل كثيرة جدا، اكو عندي وضعيات للتصوير مختلفة، تصوير ليلي، تصوير بطيء، تصوير بمختلف الانواع. الكاميرات الخاصة بالجهاز هي 3 مثل ما ذكرنا، طبعا العدسات هي من لايكا. ايضا عند التقريب مثل ما شفنا بالفيديوهات اللي نشرت انه هو 5x، طبعا التقريب يكون عفوا او تكبير هجين. وشاشة الجهاز الخاصة بالB20 Pro هي 6.1 حجمها ونوعها OLED. انتهت من الايمنت هذا، وهسه راح نوصل للفقرة المهمة، البرع. الورقة لآخر مرة الخاصة بالبرع كلكم. اوكي
الأوراق هي من 1 إلى 500. ورقتين بعد إلى 4 أوراق. خلينا نشوف منو صاحب الحظ السعيد. نشوف منو صاحب الحظ السعيد الأول. رقم 462، منو عنده؟ 148 163. 165. 429. 379. 305. 165. 287. 334. 1000 مبروك. شكرا على حضوركم، وان شاء الله السنة القادمة ايضا راح يكون ايفنت. شكرا لكم. وفي نهاية الايفنت هذا انا احب اقدم شكري وامتناني لكم، وقدم اعتذاري لكل شخص ارسل لي رسالة او كتب لي تعليق وما توافق. اسف جدا، مع السلامة.